الطلاق في تزايد مستمر. الطلاق دوت بتهزله عرش السماوات والارض. ربنا سبحانه وتعالى لما سمى الزواج سماه بالميثاق الغليظ. انت كست، انت عايشه في بيتك، ملكه عايشه في بيتك، معززه مكرمه. طب مطلقه ابدا هتعاني، سواء معاك عيال او مع عيال تاني، انت مالكش غير بيتك، مالكش غير عيالك. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوكم محمد سيد قواش العدوي، حاصل على لسان الشريعه الاسلاميه من جامعه الازهر. اعمل في مهنه المأذونيه حوالي 12 سنه. طبعا بيمر علينا كثير من الحالات. حابب اتكلم في نقطه معينه وهي نقطه الطلاق. نقطه الطلاق للاسف طلاق في تزايد مستمر، بيرجع لاسباب اهمها طبعا هنقول رقم واحد كشيء اساسي هو الماديات. الماديات بيبقى عنصر مهم جدا في الحياه الزوجيه. في اللي بيقدر ان هو يتحمل ويجي على نفسه بسبب الماديات، وفي اللي هو خلاص ما بيقدرش ان هو يقاوم ويقول لا انا مش هقدر لحد كده، وده سبب من اسباب الطلاق. بيجي بعد كده في الطلاق سبب تاني اللي هو بيبقى اختلاف في وجهات النظر. احيانا بيبقى الزوجين يعني يختلفوا كثير في وجهات النظر، فده بيؤدي الى كثرة الطلاق. فلو قعدنا نحسب اسباب كبيره جدا للطلاق هنلاقيها كتيره جدا جدا جدا. فاحنا طبعا دورنا هنا او دوري انا عامه كمعزول، ان مش بمجرد اي زوجين يخشوا لي اروح مطلع دفتري واقول يلا يا جماعه هاتوا بطايقكم الموضوع انتهى لحد كده، لا ابدا خالص. احنا هنا عملنا الماده حاطينها اخر حاجه، ويعتبر مش مذكوره اصلا. يعني حتى حاطين شعار على المكتب بتاعنا حل الخلافات الزوجية. يعني احنا هدفنا الاول والاخير ان احنا نحل خلافات الناس، مش ان احنا يعني نطلع عشان ناخد فلوس او نكتب عشان ناخد فلوس. لا، بفضل الله احنا متعارف علينا هنا في امبابة كمكتب ان احنا اقل رسوم متعارف عليها ما بين الزواج او الطلاق. مش بمجرد كلمتين، يعني مش احنا حافظين اللي هو اول ما يجيلي ناس يقول لي ايه، طب ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. ما هو ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، بس ربنا سبحانه وتعالى قال برضه ايه، فعاشروهن بمعروف او فارقوهن ايه باحسان. تمام. فدلوقتي لازم نشوف الناس دي عايزه تطلق ليه، لازم نخش جوه الحادث. احيانا اللي جاي بيطلق ده هو شيطان استحوذ على فكره وعلى تفكيره، هيئ له ان الحل في الطلاق، الحل في اللحظه دي للطلاق. ولذلك تلاقي ان بعد ما بيمشي من عندي بيومين بثلاثه باسبوع، يا استاذ محمد احنا جايين عايزين نرجع. طب يا جماعه ده احنا قعدنا ساعتين وثلاثه عشان نقول حاولوا، طب العيال، طب ادي نفسكم فرصه، طب دي ايام مفترضه. احيانا بتلكك بعدم وجود دفتر عندي وهو عندي في الدرج لخاطر ان انا مش عايز اطلق، شايف انه مفيش سبب. اسباب تافهه بتجيلي، اسباب تافهه خالص، ما مش مقتنع. مش ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال يعني ايه الطلاق دوت بتهزله عرش السماوات والارض. ربنا سبحانه وتعالى لما سمى الزواج سماه بالميثاق الغليظ. طب ما يجيش واحد مثلا عشان انا قلت لها ما تلبسيش، طب احنا هنروح نطلق. طب قلت لها ما تروحيش عند امك، طب احنا هنروح نطلق. لا لا، في اسباب كبيره كتير بفضل الله. يمكن 60% من الحالات اللي بتجيلنا بنحلها بدون مقابل. احنا هدفنا كمكتب ان احنا الناس تعيش في سعاده، مش عايزين والله لا فلوس ولا عايزين نطلق. انا لما بيغلب خلاص الموضوع بالنسبه لي انتهى، خلاص ده شغلي، ما اقدرش اقول لهم امشوا بره، فبعمل حاله الطلاق. لكن انا عايز اقول للناس اصبروا بالتجارب، بالتجارب والله، مش بالذهاب للمأذون ويلا، لا لا لا، بالتجارب. ان كل ما هو بينفصل الموضوع بيزداد سوء، سواء للراجل او للست. انت كست، انت عايشه في بيتك، ملكه عايشه في بيتك، معززه مكرمه، خدتي على حياه الزوجه. لكن بمجرد ما تنفصلي، هل كده انت الحياه حلوت في وشك؟ هل كده انت بقيتي مطلقه؟ خلاص انت فرحانه بلقب مطلقه؟ ابدا هتعاني، سواء معاك عيال او مع عيال. وهو كزوج تاني، انت مالكش غير بيتك، مالكش غير عيالك.
اذا كنت هتطلع عشان خاطر مثلا في زوجه تانية او سواء في واحده تانية وفي مش باقي لك غير بيتك وعيالك، كل ده بيجي نزوات. لكن في الاصل الراجل والست ما لهمش غير بيت واحد.